السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ طيب احنا النهارده عندنا فيديو قصير جدا بيتكلم على الستيجنج لاير. تخيل، قول الستيجنج لاير دي من اهم اللايرز اللي بتحدد حاجات كتير جدا في الديفلوبمنت والبروسيس بتاع الداتا وير هاوس. طيب ايه هي الستيجنج لاير؟ خلينا نقول ان احنا عندنا داتا جات من مكان معين، عايزين نحطها في انترميديت لاير ما بين الداتا وير هاوس او ما بين الاوتبوت والانبوت لغاية ما نعملها بروسيسنج، ماشي؟ طيب اللاير دي هي بتبقى مانجد من ستورج تيم، يعني في تيم مخصوص ليها. احيانا بيبقى هو التيم بتاع داتا هاوس برضه، بس احيانا بيبقى في تيمز مخصوص لللاير دي، وازاي يعملها اوبتمايزيشن وازاي يحصل لها انهانسمنت. طيب خلينا نقول ليه احنا بنعمل لها سيجريجيشن. هناخد يوز كيس. انا عندي داتا بتاعت ويذر، اوكي؟ بنعمل لها انجستشن، بنحطها عايزين نحطها في مكان انترميديت، ماشي، لغايه ما ناخد نستريم الداتا دي ونبعت عليها ديسيشن او نبعت عليها الارم في بعض الكيسز. طيب فاحنا المكتوب هنا ايه؟ بيقول احنا بنعمل سيجريجيشن لللاير دي لو هي عندها ديفرنت ستورج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن يكون اللاير دي بيستخدمها الستريمنج تيم او الاو دي اس تيم او الباتش تيم او اللي هم الناس شغاله على الباتش، فبالتالي ساعتها ممكن يبقى تو تيمز بيمانجوا الحته دي، التيم بتاع كافكا مثلا في الستريمينج والتيم مثلا بتاع الهدوب مثلا بيمانج الباتش. طيب هل ممكن اللاير دي مثلا تستخدم لكل التيمز؟ اه ممكن. طيب انا هنا حطيت كافكا وحطيت نوب بالاحمر وحط اناونس من جنبها ان كافكا مش هو مش ستورج لاير، عشان بس يعني كافكا ده مش يعني مش داتا بيز، او يعني هو مش مكان للستورج للداتا، بس احنا ساعات بنستخدمه از لاندنج لاير او داتا بريزستنت. في ناس ساعات بتقول لك هي فان اوت، يعني اللي هي يعني بيجي داتا كده عليه او بيجي بيدخل له انبوتس وهو بيطلع اوتبوتس لاكتر من مكان. طيب ايه 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 الايديا اللي بتتم بيحصل عليها بالمنشن هنا؟ ان انا جاي داتا عايز احطها في مكان، المكان ده عايز اجيب الداتا دي سواء اور او مينيت او دايز، ساعات ممكن تحصل ويكس بس دي كيس يعني مش كتير قوي. بس خلينا نقول ان كافكا بيستخدم لي از يعني ايه بريزستنت، بس شورت بريزستنت، مش هيبقى ايام كتير. في ناس طبعا بتقعد تكونفيجر وتنهانس كافكا ان يبقى لاكتر من كده، بس في معظم الكيس شفتها بيبقى ماكسيم ويك يعني، وبصراحه حتى دايز بالكتير يعني. طيب بيحصل ايه؟ انت بيبقى عندك انبوت، الانبوتس دي بتخش على كافكا بتوبكس مثلا او بديفرنت نيم، بلاش نقول توبكس زي خلينا نتكلم هنا. وبعد كده بيحصل ان بعض التيمز بتعمل انجستشن للداتا دي، سواء بقى انا مثلا عندي او دي اس بيعمل لها ستريمنج، في تيم تاني بياخدها بيبني عليها كارات تانيه. ف هنا هي دي قد يكون ستيجنج از كافكا از اكزامبل، وقد يكون هدوب. ممكن انا عندي بيجي لي داتا بقى عندي زي رو زون مثلا ماك فولدر او زي دايركتوري بحط فيه الداتا اللي جايه على حسب كل سورس سيستم. فايا كان اليوز كيس، انا بس ديت كافكا ان هو اكزامبل كان جه في دماغي، هو لطيف جدا وهو يتقوا عنه، هنشرح بعدين. فانا شرحت كمان عن كافكا، بس انا قلت ارميه دلوقتي الناس تبص عليه وتسال عليه كده. طيب النقطه كمان ان كل الاي تي ال لاير بتقرا من الستيجنج لاير دي، كل اي تي ال او الاو دي اس ايا كان الترانسفورميشن بيحصل بيتم على الستيجنج لاير دي. الديسيشن بتاع الاستورج ده بيبقى اليوز كيس. فزي قلنا انا لو عندي ستريمنج فمثلا ممكن استخدم حاجه بتسبورت الكلام ده. في ناس مثلا بتقول لك طب انا لو عندي ستريمنج داتا ممكن احطها في داتابيز ان بتوين مثلا، ممكن تكون ان ميموري داتابيز اصلا عشان عايز اقعد الداتا دي تكون فاست معايا. ناس تقول لك لا احطها في هدوب او اي داتا اي ستورج وانا هبقراها بعدين، دي باتش. فحسب اليوز كيس، ما لهاش ستاندرد يعني. طيب الاوتبوت بتاع اللاير دي ايه؟ هي الداتا نفسها، ان الداتا تكون موجوده واقدر ان انا اجيبها. اللاير دي تكون ديستريبيوتد، ما ينفعش تكون ما ينفعش تكون مش ديستريبيوتد، عشان لو حصل اي نود وقعت او اي داتا وقعت ما حصلش اي لوس. بتسبورت ان انا لو عايز ارجع يعني انا قريت الداتا، ما ينفعش يعني مثلا مش عايز نظام ان انا اقرا الداتا فتتمسح، لا ممكن اقراها اكتر من مره، ممكن اكتر من حد يقراها. فهي دي وظيفه الستيجنج لاير. احنا كده خلصنا الستيجنج لاير، هو فيديو قصير. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الداتا موديلنج، وده تقريبا من اطول السب سيكشنز عندنا في الكورس او في الشابتر ده. اشوفكم بخير، السلام عليكم.